أكيد وصلنا لفقرة كتير مهمة سلمى، خاصة أنه في أيام بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك، فبحياتنا اليومية وعم كتير مننا عم متعود يكون عنده وجبات معينة هي وجبات أساسية، وبين هي الوجبات ببلش يمكن تخبيص الأكل مثل ما منقول، وجبات خفيفة بناخد تسالي وغيرها. كيف فينا نهيئ جسمنا ونهيئ نفسنا لدخول بشهر رمضان المبارك بتناول وجبات صحية ونبعد عن كل شيء بيضر وبيأذي معدتنا؟ ورح نحكي عن بالتفصيل مع ضيفتنا دكتورة نور مناسترلي، اختصاصية بالتغذية العلاجية. صباح الخير دكتورة. صباح النور. فرح تمام الحمد لله. صباحك. بونجور سلمى. صباح الصحة على طول دائما يا رب. النصائح المفيدة دائما يا رب. رح نبلش هيك ونحكي يمكن أكثر معضلة بتعاني الناس منها التحضير لشهر رمضان هو المنبهات والدخان، انه اشخاص متعودين انا ما في الا اذا شربت كذا كاسه شاي قهوه اي نوع من انواع المنبهات ودخان تمام او ارجيله بشكل عام، فكيف هدول الاشخاص ممكن نهيئهم لحتى يدخلوا شهر رمضان ولحتى ممكن تكون فرصه ليتخلصوا من العادات السيئه؟ اول شيء بما انه قرب شهر رمضان ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير والعالم كلياتها تبقى بصحه وبالف خير ويكون خير علينا. الشغله الثانيه اللي بدي اقولها انه نسبه المي اللي موجوده بالدماغ هي 85% من الدماغ، فلهيك نحن لما بشهر رمضان هي النسبه كثير بتقل، فلما بتقل بيفرز الدماغ تركيبات ومواد غريب، او لما بترتفع نسبه المي الدماغ بيرفع من افراز هي المركبات وخصوصا الدوبامين اللي هو هرمون السعاده، بيرفع من هرمون السعاده. فنحن هذا الشيء يعني بنقدر بقى نتخلى عن الدخان وعن انه نشرب كافيين، وانما بشهر رمضان بصير معنا العكس. لما بجف جسمنا وبجف دماغنا من السوائل، فهي المركبات بتبطل تنفرز بالجسم، لهيك بصير احتياجنا للكافيين او احتياجنا للدخان بصير اضعاف مضاعفه عن الايام العاديه. هلا اول شغله نحن لازم قبل باسبوع 10 ايام نهيئ جسمنا بشكل صحيح قبل رمضان لحتى يمرق رمضان خير وسلامه، ما يصير معنا لا تعب ولا اثار جانبيه ولا عصبيه ولا نكرزه، لانه كل اللي بيدخنوا او بيشربوا كميه كبيره من الكافيين ممكن يتعرضوا لهي الاعراض لما بيقطعوها بشهر رمضان. فلهيك الاشخاص اللي نحن بنسميهم مدمنين على الكافيين هن اللي بيتناولوا من 3 لـ 5 اكواب يوميا من القهوه، والقهوه بتحتوي على كافيين اكثر من الشاي. لهيك اول شغله ممكن نعملها قبل باسبوع او 10 ايام انه نخفف كميه القهوه. اول شيء في قهوه موجوده ديكاف بالسوق او هي مسحوبه الكافيين، اذا كانت معنا بمتناول اليد اكيد فينا نستبدل كخطوة أولى القهوة بشاي، يعني إذا بنشرب 3 أكواب قهوة بتصير 2 كوب قهوة وكوب شاي. بعد 2 3 أيام بصيروا 2 كوب شاي. آخر شيء يعني لازم نوصل لقبل رمضان بيوم نحن بنتناول 1 كوب بس من القهوة. هيك بيكون تعود الجسم على الانسحاب التكتيكي، الانسحاب التدريجي لهي المواد، لأنه هي المواد بتعمل إدمان. والعقل الباطن يعني نحن في عالم كثير بتقولي لهم انا بقول لك انا ما بصحى الصبح ولا بركز ولا بصحصح بدون فنجان القهوه، انما العقل الباطن او بالقاعده المركزيه اللي بالدماغ اللي هو العقل الباطن هون يعني بتنحفز العادات اللي نحن بنعملها. يعني العقل الباطن بحاجه ل 21 يوم ليغير هي العادات. اول يوم يومين نحن بلا قهوه حنقيم الدنيا ونقعدها ونعصب ونكرز ويصير معنا اشياء نحن ما متعودين تصير. ثاني اسبوع، اول اسبوع حيكون صعب، ثاني اسبوع ببلش الواحد يتاقلم، ثالث اسبوع 100% بيقدر الواحد يصحصح بلا فنجان القهوة وبصير بتناول بدل القهوة اشياء تانية وبكون مروق عليها. بس نحن العقل الباطن بحاجة لنغير العادات المتعودة لحتى نقدر انه ما يصير معنا مشاكل برمضان. الشغلة الثانية الدخان، مثل ما قلتي ادمان التدخين هو من اصعب انواع الادمان، لانه يعني مثل يعني فينا نقول بتساوى مع الكافيين وانما اكثر بشوي. هي فرصه ذهبيه للاشخاص اللي كثير بدخنوا انه يخففوا، ما فينا نقول لهم وقفوا دخان، فينا نقول لهم يخففوا دخان. يعني نحن بنحسب كل يوم قد ايه في بالباكيت، اذا نحن بندخن باكيت كامل او 20 سيجاره بنصير نخففها قبل 10 ايام ليصيروا 15 سيجاره، بعد 2 3 أيام بصيروا 10 سيجارات، بعدين قبل رمضان
كمان بنوصل لثلاث اربع سيجارات، هيك بيكون الانسحاب مادة النيكوتين لما بتنسحب بهي الطريقة من الجسم ما بتأذينا ولا بتسبب لنا أي مشاكل عصبية أو اضطرابات مزاجية خلال شهر رمضان. هلا بالنسبة للعادات الثانية بقى حدث ولا حرج نغيرها كليا، لأنه أصلا الساعة البيولوجية بالجسم بتتغير بين شخص عم ينام بالليل وفي الصبح بشكل طبيعي، بين عم يمارس حياته بشكل طبيعي، عم يروح على شغله مانو تعبان، عم يتناول ثلاث وجبات أساسية ونقرشات وسناكات بيناتهم، لشخص هو عم بيصوم لأكثر من 12 أو ل 14 ساعة. فالساعة البيولوجية حتتغير، يعني حنصير ننام نفيق كل الليل وننام الظهر. هدول الأشخاص اللي متعودين إنهم يسهروا كل الليل أو يضموا وجبة السحور، يعني يسحبوها من الإفطار للسحور بدون نوم، يعودوا حالهم من هلأ إنه يصيروا يمرقوا ساعات بالنهار ساعة لساعتين نوم. هيك لما بيجي رمضان هن بيكونوا معودين إنه خلال فترة الظهر أو بس يرجعوا من الشغل هن حيناموا بهي الطريقة، جسمهم بيتعود إنه يرتاح أو يأخذ احتياجات جسمه من النوم خلال هالفترة الزمنية. ها هي يعني شغلات بسيطة كتير حلو دكتورة. اليوم عادات خاطئة كتير كبيرة، ممكن بعض الأشخاص اللي سمعونا يوقفوا شوية تدخين، يخففوا شوية كافيين، وكل النصائح العادات هنا يعني. لكن إذا بدنا نحكي عن أبرز العادات الغلط اللي الناس ممكن يعملوها قبل أيام قليلة من شهر رمضان، وهون بيصيروا بتعب مضاعف خلال أيام شهر الصيام، خبرينا عنها أكثر. تكريزة رمضان في شيء في مصطلح بمصطلح بين العام يعني بين العالم بيقولوا انه تكريزة رمضان. يعني انا مثلا امبارح وحده جيت لعند العياده عم تقلي يعني ما في تكريزة رمضان، يعني ما راح اكل اللي بدي اياه قبل رمضان. لا يعني هي المصطلح هو كله غلط، لانه نحن اصلا قبل باسبوع او 10 ايام لازم اذا بنتناول ثلاث وجبات وثلاث سناكات بينات الوجبات الرئيسيه نحن لازم نسحب هي النقرشات، لانه اصلا برمضان في وجبتين اساسيتين بس هن السحور والافطار 100%. فنحن جسمنا متعود على ثلاث وجبات وثلاث سناكات، طب كيف بدنا نتاقلم؟ يعني نحن هي الشوك او الصدمه للجسم، ما فينا يعني ما فينا ننتقل من واحد عم ياكل كل شيء خلال النهار وباي وقت لشخص صايم فتره طويله وكميه الاكل قليله. لازم نبلش نخفف هي الاشياء. الاشخاص اللي ما لهم متعودين انهم يفطروا او ما لهم متعودين انهم يتسحروا لازم يتعودوا هلا يفطروا ولو شيء خفيف، يعني يتعودوا انه ياكلوا شيء اول ما يفيقوا لحتى يكون السحور سهل عليهم. ليش؟ لانه في عالم ما بتتسحر، والسحور هو وجبه اساسيه اهم من الافطار. السحور هو اللي بيعطينا طاقه لنكفي باقي النهار صيامنا بطريقه صح وبلا مندوخ وبلا ما يوجعنا راسنا او يصير عنا اي مشاكل. يعني الاشخاص اللي بيعانوا من فقر الدم ممكن يدوخوا اذا ما تسحروا، الاشخاص اللي بيعانوا من هبوط والسكر كمان ممكن يصير معنا مشاكل فيهم. هلا في كثير كمان عالم بيقولوا انه مرضى السكر ما بصير انهم يصوموا. هلا في حالات ممكن تصوموا حالات لا، هذا الشيء بيعتمد على انه نوع مع كل شخص، يعني اذا نوع سكر نوع اول او سكر نوع ثاني. اذا الاشخاص اللي عم يتناولوا حبوب لا الانسولين اكيد ممكن تكون صعب عليهم شوي الصيام، وانما بيقدروا يصوموا بس تحت اشراف دكتور اخصائي مع اخصائيه تغذيه ليحددوا نسبه الكربوهيدرات اللي حتفوت على جسمهم تكون بشكل كافي. اما الاشخاص اللي بيتناولوا حبوب السكر الادويه تمام منظمات السكر، هذول الاشخاص هنا بيقدروا يصوموا بشكل كامل. بدنا نراعي هي المشكله، مشان هيك لازم نحن نتسحر ويكون السحور غني، يعني هو بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه وخصوصا الفواكه والالياف لحتى ما يصير معنا مشاكل هضميه خلال فتره الصيام، لانه الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل معويه او قولون عصبي ممكن انهم يتعرضوا لمشاكل هضميه خلال هالفتره. اما الاشخاص يلي بيكونوا صايمين بيجوا على وجبه الافطار وبياكلوا الاخضر واليابس تمام، اكيد هون 100% حيصير عندهم اضطرابات معويه، مشاكل امساكيه، بنفس الوقت حيحسوا بالتخمه، وهيك ما بيستغلوا رمضان لحتى يحافظوا على وزنهم او يخسروا شوي من وزنهم. لانه فينا نعتبر انه لما بنقول رمضان بنقول انه هو الساعة الذهبية او هو الوقت الذهبي لحتى نحن نرمم
المشاكل اللي صايره معنا خلال السنه كامله، خلال الاشهر الماضيه، لحتى ننظف جسمنا من كل شيء سموم متراكمه كمان خلال الاشهر القديمه، من خلال كمان العادات الاجتماعيه اللي نحن بنمارسها، يعني عزائم، حفلات، عشوات، هدول كلياتهم نظام غذائي غير صحي، اكل سريع، وجبات سريعه، فاست فود، او ممكن كميه كثير كبيره من السكريات اللي عم تفوت خلال السنه بشكل كامل. فنحاول نستغل هذا الشهر لحتى ننظف معدتنا، ننظف جسمنا من هالسموم، بالاضافه انه نحن وجبه الافطار ما نعتبرها انه نحن ما رح ناكل بعدها، لا، نحن معنا في وقت لسه، معنا كذا ساعه لحتى نكفي باقي الوجبات. يعني انا بنصح حتى الافطار نقسم وجبه الافطار لقسمين، اول شيء نبلش بمي دافيه، نحاول لحتى تسهل عمليه الهضم، نتناول ممكن تمر، قطعه فواكه، او نص كاسه عصير، ما فينا نقول كاسه كامله، لحتى ترتفع شوي مستويات السكر اللي بعد الصيام 14 ساعه بتكون نازله لاقل درجاتها، بالاضافه لناخذ الياف. بهي الدرجة نحن بنضمن انه معدتنا تملت، ما عاد قدرانين ناكل كمية اكبر من هيك، نرتاح شوي ممكن بعد الصلاة وناخذ وجبة ثانية من ساعة لساعتين، ناخذ وقت الوجبة الرئيسية، بس هون نحن بنكون الجوع الفظيع اللي حاسين فيه خففناه بهالكمية القليلة من الأكل، بعدها بناخذ بعد ساعتين وجبة صغيرة، بعد ساعتين ممكن نتناول سناك اللي هو قطعة فواكه، ممكن قطعة صغيرة حلو ممكن كل اسبوع 10 ايام، ما فينا كل يوم، لانه نحن بنقول رمضان بنتذكر الناعم، بنتذكر الامر الهندي، تمر هندي وامر الدين، وبنتذكر المعروك، هدول الشغلات الاكلات الدسمه اللي نحن ما بنتناولها اصلا غير خلال رمضان. فبهي الطريقه نحن بنخفف من تناول لهي الاشياء، بالاضافه انه من هلا لازم نبلش انه نخفف سكر وملح. ليش؟ بس قبل اسبوع، لانه اصلا السكر والملح لما نحن بنتناولهم بتزيد رغبتنا بالاكل بزياده، فبنتناول كميه اكبر من الماكولات. لما نحن بنكون متعودين قبل رمضان باسبوع او 10 ايام، عم ركز على الفتره انه انا ما بيهمني قبل فترات طويله، بيهمني قبل باسبوع او 10 ايام ليتعود الجسم على اشياء جديده، لحتى يكون رمضان صحي وسليم. في حديث نبوي بيقول صوموا وتصحوا، بس نحن ما اخذينها بالمفهوم الغلط، صوموا وتصحوا، وانما هي صوموا وتصحوا، يعني لازم نحن صحتنا تكون احسن برمضان، وليس انه نزيد وزن ولا انه ناخذ نزيد سعرات حراريه ونكسب مشاكل هضمية. وهون كان بدي اسالك نور، يعني اكيد رح يكون في لنا كثير لقاءات برمضان نحكي فيها بالتفصيل وجبه الفطور والسحور وحتى الامراض اللي لهم تغذيه خاصه، الصيام المتقطع، يعني بنسمع عن اشخاص كثير بالحياه العاديه من غير رمضان بيتبعوا نظام غذائي اللي هو الصيام المتقطع، قد ايه بيفيد الاشخاص العاديين اللي بدهم فعلا يكون رمضان هو فرصه لصحه الجسم؟ وهون اذا فينا نذكر بايجابيات الصيام. أوكي. يعني ليش بنقول انه والله الشخص لما بيصوم بيتخلص من السموم اللي بجسمه؟ تمام، لما حتى الصيام المتقطع له عده انواع، ممكن يكون عم يصوم 16 ساعة و 8 ساعات، يكون عم يعني يتناول مثلا من 12 ل 8 فيه بيقدر ياكل ويشرب، وحتى يشرب شيء مضاف اليه سكر او سكرين، من 8 المساء ل 12 الظهر، هون بقى بيقدروا بس يتناولوا المشروبات وبدون مانا سكرية، ما فيها ابدا اي نوع من المحليات. في نوع ثاني هو اخف واللي هو 12 ساعة والباقي بنقدر ناكل فيه. الصيام المتقطع بيعودنا انه نحن نبقى فترات طويلة بلا اكل، فهو الاشخاص اللي عم يتبعوا هذا النظام كمان بيكون سهل عليهم رمضان 100%، لانه نحن اصلا عم نصوم كمية اكبر بس عن المأكولات، مشروبات مسموح فيها. بس الصيام شو بيساعدنا يعني مثلا اذا كان الانسولين مرتفع، ممكن عند الاشخاص السكريين ممكن ينزل من هاي المستويات، يعودنا على
هلا انه يعني لما نحن بنضبط وجباتنا من هي الساعه لهي الساعه فبتتنظم الساعه البيولوجيه للجسم، حتى الامعاء بتتعود انه نحن بس بهذا الوقت ياكل، بس بهذا الوقت يعني هي المعده عندها شغل، ما انا بحاجه انه نحن نشغلها الساعه 11 بالليل و12 بالليل ووحده وقبل ما ننام، لا، لانه المعده نحن صغيره، فنحن بحاجه انه كل ساعتين نفوت لها وجبه صغيره لتهضمها، بعدين بنرجع بنفوت لها وجبه صغيره بترجع بتهضمها، اما لما عم نفوت لها كميه كبيره فجاه على وجبه كثير كبيره فنحن حنهضم شوي والباقي 100%، وخصوصا وين؟ بمنطقه البطن. الصيام بشكل عام بخلصنا من الدهون المتواجده بمنطقه البطن والارداف، تمام؟ لانه هيدا مرتبط كمان بالانسولين والكورتيزون اللي موجود بالجسم. الكورتيزول لما بيرتفع بيعملنا مشاكل، بيعملنا زيادة وزن ومشاكل هرمونية نحن بغنى عنها. فلما نحن بنضبط ساعات الأكل تبعنا تنضبط الحركة المعوية بجسمنا وبينضبط نسبة السكر يلي موجودة بجسمنا، لهيك بنصير بننحف بطريقة أسرع وبصير الجسم بدور. يعني لما نحن بنقطع أربع ساعات الصيام بيكون الجسم عم ياخد السكر من الكبد، يعني عم يلاقي من 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 بعد فترة بيصير بياخدها من العضلات، عم يحرق السكر يلي بالعضلات، بعد عشر ساعات بيصير بيحرق من الدهون، عرفتي؟ بصير بدور على اي مصدر للطاقه، بصير بياخذ طاقه من الدهون الموجوده، لهيك بصير الواحد بيحرق اكثر وبينحف اكثر خلال فتره الصيام، عرفتي؟ اذا بدنا نركز اكثر على الشغلات يلي نحن لازم نتناولها قبل ايام مثل ما بنقول من شهر رمضان، شو بتنصحي اهم الاغذيه والعناصر يلي تدخل على جسمنا؟ اهم شيء ندخل الالياف والسكريات من مصادر طبيعيه اللي هي فواكه، لانه اصلا بتحتوي على الياف عاليه، تحتوي على فيتامينات، بتعوضنا عن غير اشياء. يعني لما نحن ممكن انه نقطع وجبه اذا نتناول بدالها قطعه فواكه فنحن بيرجع جسمنا بيتنعنش مثل ما بيقولوا او بصير فيه طاقه. اهم شيء نزيد كميه الالياف والسلطات، نزيد كميه الفواكه اللي بنتناولها، نحاول قدر الامكان انه نتناول بس ثلاث وجبات، بس ثلاث وجبات، وخصوصا بهالفتره فطور وغدا وعشاء، واذا بنقدر بلا العشاء افضل. مثل ما قلنا لازم نتناول من لترين ونص لثلاثه لتر برمضان لحتى نعوض كميه المي اللي نحن عم نخسرها خلال ساعات الصيام الطويله، ونبلش فيها من هلا لحتى نتعود نشرب هاي الكميه بعد رمضان، وخصوصا انه لسه الطقس ما كثير شوب، فجسمنا لسه ما صار بحاجه لكميه كثير كبيره من المي. نعرف كل ما زادت الحراره ممكن يزيد احتياجنا للمي، فهلا في عالم كثير بيقولوا لك انه نحن ما عم نعطش فما بنشرب مي، لازم نتعود من هلا نبلش بالمي لحتى بشهر رمضان نوصل لثلاثه لتر مي. مثل ما قلنا نخفف الماكولات الدسمه ونخفف الملح والسكر، يعني الاشياء اللي فيها ملح وسكر، ليش؟ بس لحتى نقدر انه لما نصوم ما يطلب جسمنا كميه ملح او كميه سكر عاليه، وخصوصا المخللات تحتوي على نسبه عاليه من الملح فبتخليكي تعطشي خلال ساعات الصيام. اذا بنقدر نستبدل القهوه والشاي، يعني نستبدل القهوه بشاي، اذا ما بدنا، الاحسن انه اذا لا قهوه ولا شاي نحاول نستبدلهم بالكركديه، لانه الكركديه هو بيعمل بيحتفظ بالمي اللي بالجسم، ما بيروحها. ثانيا فيها فيتامينات ومعادن كثير بتعطي طاقه وحيويه، هي بتتساوى مع مشروبات الطاقه، يعني مشروبات الطاقه فيها مركبات ممكن تعطيكي طاقه وانرجي، هي نفسها موجوده بالكركديه. فنحن ليش بناخذ كافيين؟ لنبقى صحيانين ونحس حالنا انه مركزين، وانما نحن بنقدر ناخذ هي الخواص من الكركديه ومن اللبن، كمان اللبن بيحتوي على خمائر كثير جيده بتسهل عمليه الهضم، بنفس الوقت بيعدل المي المفقوده خلال ساعات الصيام وبيرخي الاعصاب، يعني ما بيخلينا ننرفز ونعصب وخصوصا قبل رمضان. يعني في كثير ناس هلا كمان صاروا يشربوا، يعني الكركديه هو معروف انه بينشرب بارد وسخن، صح؟ الناس يحطوا له ميه ورد وصاروا يعملوا مشروبات خاصه، وهلا نحن جايين على صيف فبيكون طعمه مستساغ 100%. وكمان هو مفيد جدا للاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم، يعني هو نحن مو بس هو مشروب بنقدر نحن ناخذ منه طاقه، لا، هو ممكن يكون اوقات مساعد بعلاج بعض الامراض.
طيب نور، خلينا كمان نحكي لك شوية نصائح صغيرة لبعض الأخطاء الشائعة اللي بنعملها بأول ما ندخل على شهر رمضان. تمام، بدنا نحاول نبعد عن المعجنات، لأنه خصوصا يعني نحن وجبة السحور حنعتبرها كأنه فطور صباحي. فطور الصباحي اللي بيحتوي على جبنة ولبنة ومسبحة، أي أنواع يعني الحواضر، ما ناخذ الوجبة دسمة على السحور، لانه بتخلينا نعطش اكثر، بتعملنا تخمه، وبنفس الوقت بتعمل عنا خمول. فنحن لما عم نصوم وعم ننام نحن ما عم نستفاد شيء فعليا. لازم مع الصيام يكون في عنا حركه، فلحتى نبقى مركزين لازم نحن نتناول وجبه السحور بس تكون خفيفه. وجبه الافطار مثل ما قلنا لازم نقسمها لقسمين. في كثير في تفاوت بالافكار او بكل يعني هذا بيختلف من شخص لثاني. حدا ممكن ينصح انه بالرياضه بعد الافطار، لانه بيكون خلاص واحد اكل واخذ طاقه فبيقدر انه يحرق اكثر بعد الافطار. وفي نظريات بتقول لا، انه قبل الافطار الرياضه هي جدا مهمه وكثير بتحرق دهون. طبعا انا مع اللي قبل الفطور، طبعا احنا كل ما لعبنا رياضه هو يكون احسن قبل الفطور، وبعد الفطور ما عندنا مشكله. بس الساعه اكثر ساعه ممكن تحرق لنا دهون هي الساعه ما قبل الافطار. يعني اذا كان بيأذن الساعه 7 فرضا، نحن المفروض نمشي من الخمسة للستة او من 5:30 للستة ونص. هي اكثر ساعه ممكن جسمنا يحرق دهون، لانه خلص بيكون الجسم استنفس كل الطرق لحتى ياخذ طاقه، فبصير وقتها ياخذ طاقه من الدهون المتراكمه بالجسم. مثل ما قلنا بنصير بنحرق اكثر، لهيك هي ساعه ذهبيه بتمنى الكل يستغلها، لحتى للاشخاص طبعا اللي حابين انهم يخسروا من وزنهم، حتى الاشخاص يلي حابين انهم يتعودوا على عادات صحيه، فهي فرصه كثير مهمه لحتى نرجع نعيد الداتا تبع جسمنا. مثل ما نحن بنفرمت الموبايل بنرجع ننزل له داتا جديده وبرامج جديده، نفس الشيء نحن خلال هي السنه الطويله مخبصين لشبعانين بالاكل، بالعادات الغير صحيه، ممكن تناول بالنقرشات بالنقرشات اللي هي بنشوفها. لازم نستغل هذا الشهر لحتى نرجع نرمم كل شيء مشاكل نحن عانينا منها من بهي السنه. حتى لما بنقول صوموا تصحوا، مو بس انه نحن بنحافظ على وزننا، لانه هو كل شيء بالجسم بيتغير. تمام. ما تنسي الاشخاص اللي ممكن يكونوا مدمنين على الكافيين، فهو بتخف نسبه تناولا لهي المواد، للتدخين، للكحول، فهو عمليه شفاء كامله. يعني لما نحن عم نصوم 30 يوم، هدول 30 يوم عم ينضف فيها جسمنا. تمام. فهي كفيله يعني لتمدنا بالطاقه لسه 6 شهور بعد رمضان. وحتى بتصغر المعده بعد رمضان، يعني خلص بتصير احتياج جسمك للاكل كميه كثير بسيطه، وهيك بيكون بدايه رمضان شهيتنا مفتوحه كثير على الاكل. بنشوف ثاني اسبوع بتبلش تخف، ثالث اسبوع ما عاد لنا نفس ناكل، يعني بهمنا نشرب المي وبس. فنحن لازم نستغل هذا الشهر لحتى تكون حياتنا افضل بعد رمضان. اكيد لك شكرا كثير دكتوره، وان شاء الله يكون الناس سمعوا هي النصائح المهمه بهي الايام اللي حاولتي تركزي عليها، انه هي فعلا كثير مهم نركز فيها على اكلنا وكل العناصر الغذائيه اللي عم بتفوت على جسمنا. شكرا لكم، رمضان كريم ان شاء الله. رمضان كريم. شكرا لك دكتوره، وشكرا على كل النصائح اللي دائما بتقدمي لنا اياها، ورمضان كريم عليك يا رب. ميرسي لكم، وان شاء الله تكون عن جد هي السنه يكون خير على الجميع ان شاء الله. وبرجع بقول صوموا وتصحوا.